مش عارف هي دي الرساله زي ما انا ذكرتها ولا لا، بس ده اللي انا كنت يعني فاهمه النهارده، واللي ممكن اسال اذا كان ده صح ولا غلط للعميد خالد عكاشة. منورنا النهارده وارحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك يا استاذ شريف والساده المشاهدين جميعا يا فندم. يعني اللي انا فهمته، انا كنت متخيل او اللي انا متوقعه، انه كل اللي حصل النهارده في مساله ان احنا بننعش او بنعنش ذاكره بعض بما تحقق من 48 سنة، الا انه كمان مرتبط بازاي احنا نبص للمشاكل اللي احنا بنواجهها او التحديات اللي احنا بنواجهها في المستقبل. هل ده صح ولا غلط؟ رئيس الجمهورية كان بيقصد ده ولا انا غلطان؟ لا طبعا كان بيقصد ده بشكل واضح، والحقيقة انا بشوف ان الجزء اللي ارتجله السيد الرئيس النهاردة في هذه الندوة التثقيفية اعتبره من اهم احاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحدث الحقيقة كان يستلزم بعض من الدروس المستفادة والرؤى. الحقيقة سيادته كالعادة وقف على أهم نقاط الارتكاز في تجربة شديدة الثراء، وأعتقد أيضا أنه هو عندما بدأ الحديث عنها، وحتى هو أشار بهذه الجزئية أنه بدأها بالحديث عن 67، وقال يعني قد ينظر البعض كيف في يوم النصر أن أنا أتحدث عن 67، لكن كان بيدي رسائل إيقاظ للشعب المصري أن التجربة كانت بحجم 6 سنوات كاملة، كانت مليئة وعامرة بالأحداث بصورة تحتاج مننا كمصريين أن احنا نقف قدامها كتير ونقف عن تفاصيلها ونقف عند إزاي قدرنا أن احنا نحقق هذا النصر الكبير وهذا الاختراق الضخم في مجموعة من الحواجز ومن الحوائط اللي تحدث عنها السيد الرئيس بوضوح شديد، ربما يعني انتابوا بعض من الشك في استقبال المستمعين لرسائله، وكرر أكثر من مرة هل ألفاظي واضحة أو هل أنا قادر أوصل وجهة نظري. أنا أتوقع أن وجهة نظره وصلت بامتياز، لأنه كان بيتحدث بحالة متميزة من الصدق ومن صفاء الرؤية الحقيقة، وهو كان يقول وده لا يعني تخليك عن أي مطالب محددة واضحة ومستقرة في أي ملف أنت بتتعامل معاه، صحيح، أو ثوابت أو أهداف تخصك كبلد. يعني أنا هاجي عند النقطة الحقيقة اللي أنا وقفت قدامها، وهي إشادته بالرئيس أنور السادات وتأكيده ومحاولة استقراء وتنبيه صناع القرار وحاملي المسؤولية والقيادات. وأعتقد أنه حديثه بهذه الكيفية أيضا كان يضم في المستمعين والشعوب والشعب المصري على وجه الخصوص والشعوب العربية، كان حديثه موجه لهؤلاء، هو بيحاول أنه ينقل لهم صورة أن الرئيس السادات كان مدرك تماما، أو هنا كان الإشراق في هذه الخطوة، أنه كان عارف أن العصر هيتغير في المستقبل، هيتغير يعني أن عصر مختلف، محتاج أدوات مختلفة، الصراع والتنافس هياخد أشكال أخرى تتجاوز الأدبيات المستقرة كما وصفها سيادته، وده توصيف دقيق الحقيقة مفهوم. جدا، لأن فعلا إحنا كنا على مشارف عصر بينتهي وعصر آخر بيتشكل. دعوة الرئيس النهاردة بهذه الكيفية هو بيحاول أن يستحس الأجيال الجديدة أن ينظروا إلى المستقبل، أن يتعاملوا معاه بتحرر، دعوة لحرية الفكر، حرية القفز للمستقبل، وأن هم يكونوا متسلحين بأدبيات وبأدوات يقدروا يخوضوا بيها المستقبل بنجاح وبنصر، ومع كل كل الملفات اللي انت بتتعامل معها دلوقتي على مستوى تحديات اقليميه. صحيح، وهو علشان كده يعني اسقط هذا الحديث على اللحظه الراهنه اللي احنا موجودين فيها النهارده. هو بيدعو الاجيال المصريه الجديده والاجيال العربيه الجديده كي تنظر الى المستقبل، وان هي لا تكون سجينة بشكل مختلف للموروثات وللأدبيات اللي موجودة ومستقرة، لا، بصوا للمستقبل، لأن أنتوا قدامكم قدر عالي جدا من التفاعلات الدولية والإقليمية، وفي تحديات جديدة ومستجدة
النهاردة الرئيس المصري الحقيقة بيطلق دعوة في غاية الرقي وفي غاية النضوج، وهو بيقول لهم تسلحوا بأسلحة عصركم، تسلحوا بالأسلحة الجديدة اللي انتوا تقدروا تخشوا تحققوا بيها الانتصار. وما ظنش على الإطلاق انها جاية مصادفة ان يكون حديثه على هذا القدر من الوضوح ومن شفافية الرؤية، وبيتحدث في ذكرى اكتوبر وفي ذكرى النصر. العميد خالد عكاشي، انا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجود حضرتك معانا.